عشان عمره واش كفاعل جمع ودي المنطقه مثل بلجيكا وبين هذا الجيران نش من تواليتك في اطار ان رقايل سلطه صار مسكين قصوا غير هذا دار قوي دار قوي اقوال سيفر وريت مين ميهرش خسر الدواء اسمع اسمع جمن خاف كي خامل الهجوم اللي غادي يدار وين من دابا هذا ما راه بدون واجب قانوني احنا جايين ديت هاد الدار مثلا نهد من شحمات وفرق من الصاره ولي لا واحد المنكر دار صخره يا راه ما نصبح جيرانا نستني حتى حنت بنت من اخرى عقد مسكينه العيشه وشينا من القرار اللي غيورا ما عنديش نحاش سمو بين جين سمو بيها من مسكين يسني قرات هو راه بمشي من الدار لا لا ارشي غزني غادي ندير خاي ما عنديش نحاش وار عري من وار كينيش من نحاش يا سد ديريك فيه سد يقرا من غادي وار عفان سميتو غنبقى ود كيسي وسين نقا ود كيسي وسين سين كي صاب عايشن وزما تيران تيسمو ود كيسي وسين نقا عمار فارد عادي يجنن نتوا في السينه دقاي وش راح ديه دايما قايدي بدا يمشي هذيك الوراق شدا من فوق طاح شدا ديك الكلام ماني ديما صافا هذا يدا من نسقى خي وزان وش ودانك معليش يوضا داخ وزر خي يوضا ذا وا يوضا داك كان خاص لا جو كان خاص هم يوضا يزر مين زيدو غادي يهدم انت مين زيدو غادي يهدم غاد من فرماس صديتي انت ديما ندمس لا قايد سوا سيدي ربي العالمين لقيت ذا غريت نسميت سيدي ربي ديك شان حاشي باش يتغاد من ديك الناس فين يشوف غير حيت زاني زعما دي جاي بلا دير شفنا الثاني تاع قزام قد قزام كل شيء شفنا زوينه سواردي سوادر شوف خاطر هي واش هي تدخل قاي شنو انت يروح هاد يار ولد فارتي تغماتي قرات داخل صغير من التجاره خاور مول كل شيء هذي سي عاش واش فاعل جمع ويقش حضرتك كي نغدا انت ديال في اطار دم زوا رحت انا شي من منين نبغى من عند فضا من حضر من عنايت الدين في طوموبيل من كاين شحال غتغوا من حضر شحال غتغوا من جيت شحال غتغوا من عام خاصك في هذه العشيره غات اثنين استفزاز يعني شنو الاستعمار عاش وياك من هذا عشيره واش وين دمر دماغ ديالو استفيد مراي هاد وجاي الزفاف بالواحد اشنا وارد بلغ الراي العام ديال الناس بلغي وذان مواطنين ديال الناس انا يا المنكر ماني نصاب الجريمه هي ثاني تيش دم زوان قال اللهم ان هذا منكر من ناحيه دينيه غي يزيد يشبع المجتمع الله اكبر يمكن خاص ردها ثم انا موتي مباشره على الناحيه القانونيه ونيتيش ما ريت اعتبار شن حشد يتعتبر هدم للدستور قبر يريد هدم للمنزل ونيتيش تتداس قد سوالة تمغى هاي زق معذور غاتي حجان ونيتيش قبر يريد ما شن يغذ هدم الساكن هو هدم للدستور يتجقان بأن مواطنين صوتهم خاصة مرة الدستور دي الفصول النص يقارش بان السكن حق من قال السكن حق يتيري راديج من السلطة راديج من السلطة نهائيا دي المغربة من يكمل سواء قضائية سواء تنفيذية سواء شان مغنيت وغتبو الحق استهدن لانه حق دستوري مغا ميني غل هدم السكن يتعطب هدم الدستور رقي ذوانيتيش يخصد يتابع اثنين حوايج اساسية
وهاد العائله يا الدخ في الدار العائله الحرمه المنزل حرمه انت الدار مار مزيتي تعلقا قضائيا ثم غادي يتابع الهدم من الدستور الاعتداء سافر خد الدستور انتهاك عوض حرمه الدستور يعني من جد ولا ثم غاثه بيروقتي التغيرات هذا من يخص اتعاون استقني استقنيين كجماعه اتعاون استقنيين ما مش غتبنى اتبنى وفق التصاميم كذا جيت وفق التصميم غاصني ما مش كيني خصك تعاون انا كيتبدل تقنيين هذا شنو ما مش غتك ما لا حدا غادي نيش الاشكال زيد تقول لعم بريدني غير شي حاجه ثم غتعاون من الناحيه الماديه لانه ثانيتيش غاسج العذر ضم قرانا له هو وغاسبو المعين زائد غطاون المعوقين غطاون الناس في اطار الغطاء في الحاله خطيره اللي هي الاعاقه فهمت في المناسبه غنختصر باش نتاع الطارق وين في المناسبه يا ثم غاثي خصني نسيك كقضيه راي العام ذي النظر بشكل خاص يعني توجه هذا الخطاب لخويا المجتمع المدني توجه الخطاب يوجه المجتمع المدني كلش يعني المواطنين بصفه عامه المواطنين بصفه عامه ديال اقليم النظار نقدر ندير المنطقه هذه هذه سين تم غاثا كقضيه الراي العام وبشكل خاص غادي يوقع جد تدخل عاجل لانه وقع وقتماني غتدق هذا من الستره لا اله الا الله من الستره يعني من الستره يعني توان يعني مفهوم القضيه تدخل خصك تدخل عاجل ديال القضيه يا باش نتفع كيف نتفع لك المغادره هذا سنعرف الدافع بقوه القانون بقوه باش تقام التضامن بين المجتمع المدني ضد المواطن. هو السنجي لا يزدجي الزياره السيد العامر غامش انا لا اعتقد لان انت تقارش قضاء ويزي حد هو اللي يعاون العامر وادي تجي ولا نيسان؟ دارك الملكي كاين تقرير نتي فين ها انا من الدوري كاين صوره ماشي معليش ودي لا 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 ما المشكل لا بالعكس بالعكس خاص تجمعوا ال100 وانا هذا تبني تاتيري وادي من دابا غاين في هذه الواجهه رحياني اشوف رحياني دوني غير نمشي والله العالي اذا ما خاصها دوني رحياني انا غير نجي ندير غوبو بدا غير نجي ندير كاع عباد الله على اينا تختم غوينات طلب بغزي المجتمع المدني المواطنين ماره غير ودني غير جنب ستوري ديال النظار تفعل ديك المغاسه عاجلا عاجلا لانه قد دير خراقه هو دير خراقه قد دير خراقه باش انت الدار ماشي قد دير خراقه يهدمي ترقاي دير خراقه والهدم النس الهدم النس يجا اعتداء سافر في القانون ديال الحرمه المواطن سكن النس نطالب الوكيل العام لازم تحقيق فوري ما لا غنخش الوكيل العام دي 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 النظر غادي ياخذ تحقيق فوري غادي يعتقل القاضي القايده الاعوان الناس هي اللي استفزن ديال المواطنين تسمصان دايسن سيس من القانون ما لا يخص تدبير عاجل كذلك رفقة التدخل من التضامن المواطن القانون شكرا حمزه يا زمن هو يقدر وين كيدرو ها يا زمن ها يا زمن انت وليدي قاش السيفا يخصك استخدم منهم وخذ من الدار ها في وقت الشاشة صافي صافي صافي